بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدي الكرام، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. كل عام والشعب السوداني بخير، كل عام والأمة السودانية بخير، كل عام والسودان مليء بالأمن والاستقرار. نبارك للشعب السوداني الاتفاقية التي تمت، ونبارك عيد الأضحى المبارك لكل الشعب السوداني والشعب الرياضي على وجه الخصوص. اهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقاتنا اللي حنتناول فيها احد ابرز الشخصيات الرياضية السودانية في كرة القدم. شخص يمكن قدم الكثير، قدم العطاء من خلال كثير من المحطات الرياضية، لاعبا ومدربا وكاتبا صحفيا وأيضا إداريا في كثير من الأندية السودانية. ضيفنا اليوم حبه جارف لكرة القدم قاده لأن يبذل كل ما ذكرنا آنفا. الرجل يعشق تراب هذا الوطن، يمكن قدم للمنتخبات الوطنية الكثير من الناشئين حتى الأولمبي والشباب، دافع عن ألوان المنتخب الوطني، ولكن في الغريب الأمر أنه لم يلعب لأي من المنتخبات الوطنية، ولكنه كان من على كلمة الاحتياطي كان مدربا لكل المنتخبات الوطنية من البراعم حتى المنتخب الأول. مثل الوطن ورفع اسم البلد في كثير من المناسبات كما فعلها أبو كريكاكي من خلال ألعاب القوة، وفعلها وليد محمد أحمد حكما، فعلها أيضا ضيفنا الكريم. لعب نجم المحبوب لكثير من الأندية السودانية في مختلف الولايات، وحقق يمكن نجاحات كبيرة جدا جعلته حديث الوسط الرياضي في ذلك الوقت. برز نجمنا اليوم في ديوم منطقة الخرطوم، واللي كانت منبع الإبداع وكانت يعني مخزن النجوم. لعب للروابط في مطلع الخمسينيات، ثم انتقل للجزيرة فلعب لسيد الأديام الأهلي المدني في ذلك الوقت، فكان حديث ولاية الجزيرة وكان حديث الكرة السودانية في ذلك الوقت. أهلا وسهلا وارحب بك الخبير الكوتش الود. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. في البداية أشكر قناة الملاعب الرياضية، وأشكرك أنت يا دكتور حسام على هذه الاستضافة الكريمة، وأقول للشعب السوداني مبروك العيدين، عيد الأضحى المبارك وعيد الحرية والكرامة والعدالة في الثورة بتاعتنا المجيدة. إن شاء الله السودان يكون في أمان ومجد ونهضة كبيرة جدا في كل المجالات المختلفة. والواحد برضو يعني بيقول لكل السودانيين داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن، وكذلك للأمة الإسلامية مرة أخرى، كل عام وأنتم بخير وكل سنة وأنتم طيبين. وده طيب كوتش نقود. وكوتش احمد حسن نقود واحد يمكن من اعلام الرياضه السودانيه، من اهرام الرياضه السودانيه. دايرين نبدا معك يا كوتش نقود. الكل يمكن كل الرياضيين بيعرفوا الكوتش محمد حسن نقود، لكن دايرين نبدا معك يعني تفصيليا منذ الطفوله، من هو محمد حسن نقود؟ طيب، محمد حسن نقود هو العبد الفقير لله اللي قاعد قدامك هنا وقدام المشاهدين، من مواليد مدينة السليم في شرق دنقلة، واعتز جدا انه انا من مواليد السليم. وبهذه المناسبة تحية لكل اهلنا في مدينة دنقلة وبالاخص الشرق، الناحية الشرقية، السليم باقسامه المختلفة ودنقلة، لانه الوالدة من السليم والوالد من ارتدي، يبقى انا من الجيتين يعني دنقلة وعلى السكين. بعدين يعني المولد 5/5/48، الحمد لله الواحد عمره 71 سنة إن شاء الله، والحمد لله والشكر لله، وممتاز وذاكرتنا كويسة الحمد لله. وأنا جيت صغير جدا زي ولدي الصغير الحصة قاعد قدامنا ده أبو بكر، جيت الخرطوم هنا مع الوالد من أجل حياة أفضل وتعليم أوسع، وسكنت معه في حي اسمه حي الترس اللي هو حتى المدرسة المصرية الكلية القبطية دي. نعم. الوالد كان شغال في البعثة التعليمية، قاعد معاهم في أمانة الله. هو عنده عن قريب حبابي وأنا عندي عن قريب أصغر، وهو فيه مرتبة ومخدة، أنا ما عندي أي حاجة. نعم. لأنه قاعد على اللحاف. نعم. كان نوع من الأدب يعني. نعم. ما ممكن تتساوى مع والدك، شوف الوقت ذاك شوف التربية كانت كيف. كنت مبسوط جدا 24 قراط قاعد في وسط الخرطوم، بطلع بلعب كورة وبيجي راجع بيقول لي يا أخي لازم تجي الساعة 7 تجي البيت، ده الشرط بتاعه. أجي البيت أقنب
ودي واجب المدرسي واكون قاعد جنبه كده وتحت مراقبته ومبسوط جدا جدا 24 قيراط. نعم. بعد ذاك الواحد بعد ما قرا في الخلوه دخلت مدرسه الديوم الشرقيه القديمه، وكان الوالد رحمه الله عليه جاب لي عجله دبل كنت بمشي بيها. معظم السودانيين الوقت ذاك كان بيركبوا العجلات يعني، والعربات كانت ظاهره جديده اللي هو كان الفولكس واجن. نعم. والعربات الثانيه القديمه، فكنا بنجي نمشي، الشوارع كانت ما زي حسم الزحمه، كانت خاليه ومبسوط. وبيجي راجع من المدرسه بجنب وقتي كله في الكوره، انا بقضيه من الساعه 4 لغايه الساعه 6:30 انا بلعب كوره. نعم. وهو الفريق قولناه اتذكر اسمه كان علم الاستغلال علم الوطن. نعم. فيه علم السودان هنا، وكنا بنتمرن كلهم كانوا. بعد شوية جونا اللاعبين سموا المنطقة بدل حلة الترس سموه يعني هنا سلامة الباشا. نعم. سلامة الباشا يا دكتور كان المنطقة من شارع علاء عبد اللطيف لغاية شارع كولوزيوم. نعم. دي كلها كان اسمها سلامة الباشا. سلامة الباشا. وكانت الفرق مكتظة في الوقت ذاك، النيل، الأهلي، الفجر، أنتم ما سمعتوا بالفجر طبعا. نعم. وينجد، الشبيبة، وفاروق، والفرق دي كلها كانت بالمسميات دي كانت موجودة في المنطقة دي، بتلعب في ميدان ميدان عباس، اللي هو دلوقتي ميدان عباس ده هو المحل المولى في ميدان الأمم المتحدة. أيوة. ده كان ميدان الرئيسي للعب، لأنه ما كانت في استادات موجودة في الوقت ذاك غير دار رياض ودرمان في الخرطوم بالذات. وطوالي بغادي له محل استاد الخرطوم كان ميدان الشبيبة. الفرق كانت بتلعب بالإضافة لبوري ودم سلمان وتوتي والنسر، دي كانت الأندية العريقة اللي كانت موجودة في منطقة الخرطوم منطقتنا. ناهيك من اندرمان وبحري نتكلم فيه لاحقا ذاته. نعم. فابتديت، فبعد ذاك طبعا كنا رحلنا المنطقة بتاعت الديوم القديمة هناك، وقعدنا شوية ورحلنا على الحلة الجديدة اللي بيجوا يوزعوا البيوت بتاعت يعني للناس، كان بيوزعوا لهم منازل يعني، كان قسموا السكان لفئات مختلفة، مواطنين أصليين ومهاجرين وبتاع. هناك مشينا منطقتنا دي. أول حاجة قبل ده أنا كنت يعني ساكن القوس، حلة جديدة والقوس طبعا كان كلهم منطقة واحدة ولا؟ منطقة واحدة كده وبتاع جنب بعض، مسميها جغرافية ساكن. نعم. لكن متداخلة مع بعض، وفرق كانت كثيرة جدا جدا بنلعب طوالي. ولا أيامنا ما كانت في فلوس، بل كنا بندفع اشتراكات. نعم. واحد فينا كان بيدفع اشتراكات، ولما يدوك الفانيلا بتاعت الفريق انت بتشيلها بتهتز بها. انا شخصيا كنت باخدها تحت المخده وبنوم عليها. نعم. من كثر حبي لفريقي ذاته. نعم. والفريق كان اسمه الترسانة، تعلمنا كل شيء فيه، وكنا بنلعب مع بعض، وكانت ذكريات جميله. الوقت كله كنا بنلعب كوره. كنت نقول المعلومه انك انت خريج كليه التجاره جامعه القاهره. نعم. خلاك تنتقل من المجال بتاعك في التجاره كليه التجاره لانك يعني لحب لكره القدم، هذا حب لكره القدم ولا كان اصلا البيئه كانت مساعده انك الواحد لازم يلعب ولا شوف؟ نعم. انا اول حاجه دخلت الاميريه الوسطى الوقت ذاك الوسطى. نعم. فالاميريه دي كانت مدرسه يعني قويه جدا جدا، انك انت لما تمشي زول متميز. الوالد قال لي، الوالد كان شغال في البعثة التعليمية المصرية، يعني قال لي أنت لازم تمشي اتجاه مصر، ساقني معه دخلني المدارس المصرية. نعم. على مضض يعني، لكن طبعا ده يعني بشروط شروط الوالد. نعم. لازم تحترمه مهما كان، هو بيعرف مصلحتي أكثر مني أنا ذاتي. صحيح. فمشيت قريت المدارس المصرية، ولما وصلنا جامعة القاهرة فرع الخرطوم، الوقت ده كان في عميد برضه رياضي كان اسمه محمد طلبة عويضة. شوف جامعة القاهرة دي كان بيميز، لو انت اثنين متنافسين في موقع او في انك دار تخش كلية التجارة ولا الحقوق ولا الاداب، يقوم يجيبونا نحن الاثنين. نعم. الرياضي بدوك درجات 10 درجات. نعم. يكون تحفيز. فيصل. ايوه تحفيز. نعم. فكنا كده، عشان كده الناس قرينا. حتى كنت نقول باعتبار انه الرياضي هو يعني يمكن اكثر نضجا يعني. نعم. نعم. طبعا الرياضة ذاته كان بدوها اعتبار، وهم ذاته كان مفهوم الرياضي بيختلف مفهومنا، كان عندهم بعد
بتافههم عالي جدا بالنسبه للرياضه. الرياضه ما التنافس بس، قيم واخلاق ومبادئ ومثل، وتكون قدوه. ده كانت الرياضه في مفهوم الناس القدام. وفي السودان الوقت ذاك يا جماعه كوره كانت مستوى عالي جدا. هل تصدق ان السودان في الفتره ظهرنا فيها احنا من الخمسينات لغايه كم وستين، السودان كان عنده لاعبين محترفين في اوروبا، الناس ما عارفين الحقيقه دي. نعم. اسماعيل محمد سعيد كان شهير باسماعيل برجل، كان رجلينه كانت عامله كده. نعم. كان بيلعب في المريخ زمان، اوتي مع عباس. ومشى احترف في اوروبا في النادي اللي حسس باريس سان جيرمان ده. نعم. واحترف فيه. ايوه. نعم. هاشم ديف الله احترف في انجلترا في ليستر سيتي. الناس دي ما عارف المعلومات دي، ده نعم. تاريخ معروف ومرصع بالذهب. نعم. والفضه. نعم. شفت كيف؟ فبرضه في واحد كان اسمه عبد الرزاق عبد الحميد، ده كان اول واحد دربنا، مشى مصر لعب في تيم حجازي سنه 35، الناس دي اللي احترفوا اسماعيل برجل 35. نعم. وبعدين هاشم ديف الله اقل اربعينات. بعد ذاك جاء عبد الرزاق عبد الحميد، سموه ذا الطباخ لان ابوه كان طباخ، كله يتغردون التذكاريه. نعم. وكله يتغردون التذكاريه يا استاذ يا دكتور حسام، هي اساس كره القدم في السودان، لانها خرجت الرعيل الاول من الكليه، هم نشروا اللعبه على مستوى السودان سنه 1902. كليه غردون دي تاسست سنه 1902 اللي هي الان جامعه الخرطوم. نعم. جامعه الخرطوم طبعا. نعم. تعرف الحقيقه دي. نعم. نشرت اللعبه وكان لها دور كبير جدا. وبعدين اساتذتها كان بينزلوا الملاعب بيدربوا فرق الاحياء وفرق المدارس، مدارس الكتاب. نعم. الاوليه كان زمان سميناها مدارس الكتاب. شوف وين، شوف الاهتمام بالصغار، شوف بدا من 200 من 1902 و3 و4 و5. نعم. مع اول حاكم عام الكره دخلت اللي هو كيتشنر باشا. نعم. الحكم الثنائي البريطاني المصري. نعم. القياديين كانوا انجليز والجنود كانوا مصريين. فهذا مدخل لكرة القدم. طبعا السودان عرف الكورة سنة 1898 مع دخوله مع الحكم الثنائي. نعم. ابتدينا الممارسة من 1902. نعم. ده حاجة مفصلة يعني سريعة جدا. نعم. عن تاريخ الكورة مزوجة مع تاريخي أنا زي ما أنت قلت. نعم. فأنا بديت من الفرق الصغيرة في الخرطوم هنا. أيوه درجت. بعد ذاك كنت شنو قلت انتقلت بعد ذاك ولائيا لدنقلة مسقط راسك. أيوه من دنقلة طبعا. كيف كانت الكورة في الشمالية وفي دنقلة؟ ما كانت في كوره في دنقله الوقت. نعم. الكوره كانت بتاع دنقله كانت تتلعب هنا تتلعب في الخرطوم. ايوه. نعم. ارجو ما تعرف الجولي ويرتدي بتاع عندهم انديه كانت دالهم طلعت فريد. نعم. يعني ناس دنقله لعبوا الكوره في الخرطوم قالوا لنا يلعبوها في دنقله. والكلام ده انا قلت لهم لانه كنا ماشيين هناك في ندوه كبيره اتكلمنا فيه، كان في علي جاجارين، كان في شوقي عبد العزيز، هم يعني فعلا يعني قالوا انه كانت الكوره بتاعتهم اتلعبت في الخرطوم، قالوا لنا تتلعب في دنقله. الان هم عندهم نادي في الدرجه الوسيطه اللي هو نادي ارتدي. ارتدي من الانديه العريقه جدا، وتحياتي لهم لانه ده نادي الاسره. نعم تحيه لنادي ارتدي من هنا ونقول لهم كل سنه هم طيبين. أيوة. كنت شنو قلت بعدها انت قلت لي عبره. أيوة. شوف لعبت لي ديم سلمان. أيوة. صحيح؟ لعبت لي نادي ديم سلمان. بعدين زمان لما انت تجيب شهاده ناهيك من انك تكون في الجامعه لو انت ناجح كان بياخذوك بيصوبوك في الحكومه التقدم. نعم. وبتجند تلقى اسمك في الجرايد. فالواحد لقى نفسه معين في الجرايد. مشيت وزارة المالية والاقتصاد الوطني. نعم. فكنت موظف هناك كشف الحساب العام وجنبي ناس برضه. نعم. هنا كان في المشروع بتاع الهندي. نعم. صار له كان بند العطالة. نعم. انت لو عندك كومبليت بتشتغل هنا والناس بتشتغل ما في دول بيجنب عاطي ساكن. فديل بيرقون بعد فترة كده. وانا هنا مترقي الفرق 3 جنيه كلها. هم بياخذوا 25 جنيه احنا ناخذ 28 جنيه، لكن ال 28 جنيه دي كانت بتحل تدي البيت 10 جنيه والباقي يكون في جيبك، مصاريفك كله يكون 150 قرش. نعم. 150 قرش مجني. نعم. لعبت يا كنت شنو قلت يمكن نادي ديم سلمان ونادي النصر. نعم. ده في عبره. نعم. وعلى ذكر عبره كنت شنو قلت عبره السنه دي في الدوري الممتاز بثلاث فرق. نعم. يمكن يعني تطور كبير للكره في عبره. طيب كده نعمل كده تشوف عبره دي من المدن العريقه جدا. في مجال كرة القدم برضه لعبة الكورة من بدري جدا. أظن هم بعد الخرطوم وحلف الكورة ما دخلت عن طريق حلف القديمة. نعم. لأنه كيتشنر ده جيش ولما جه ماشي بنهر النيل كان ماشي لعبوا هناك وجو ناس عبرة لعبوا من بدري جدا
وكان بيلعبوا في ميدان اسمه ميدان الخريجين، وكان عندهم منتخب قوي جدا، ونادي النسر ده كان من اقوى الانديه. انا ما جيت النسر من نادي دنسمان، لسه دنسمان 4 سنوات اللي هو نادي الحي، وده اقدم نادي في السودان، ولا الهلال ولا المريخ ولا اقدم ناديين في السودان دم سلمان وبري. دم سلمان اتاسس سنه 1908 في الديوم القديمه. نعم. كشنو؟ كفريق حي. تسعه رئيس النادي اداهم اوضه في بيته، بقوا نادي، خدت لهم طرابلسين وبقوا يلعبوا ضومنا، والناس يجوا اللعيبه ما يجوا النادي، كان ممنوع اللعيبه يجوا النادي، الاعضاء بس كان بيجوا النادي وبيجنبوا. شوف الراجل ضد برا ببيته، يعني جزء من بيته عشان يكون نادي لدم سلمان. أعرق نادي في السودان. نعم. نادي عارفين الحقيقة، لكن هنا ما في توثيق في السودان. نعم. والدلائل في يوم من الأيام أنا هجيب لكم الوثائق والمستندات دي، الكلام اللي قلتها كلها عندنا هناك في البيت. نعم. في موجودة. نعم. طيب دم سلمان طبعا الحكومة زمان أنت تغني في حتة واحدة. بعد سنتين بنقولوك عبرة، أنا مشيت عبرة لعبت في نادي النسر عبرة. مشيت مدني لعبت قبل المدني، مشيت شندي لعبت في نادي الميت. بعد ذاك مشيت لعبت في هنا في اهلي مدني. نعم. 4 سنوات. حنجي للتجهيزات بالتفصيل، لانها هي اللي تكون كونت حياه الكوتش نوبت الرياضيه. بين الانديه دي دم سلمان. نعم. وكذلك نادي النسر عبره ونادي الاهلي مدني. نعم. دول هم اللي كونوا شخصيتي الاعتباريه كلاعب كوره وكرياضي يعني عامه. يا كوتش نوبت لو حكيت لنا وانتقلنا بالحديث يعني لود مدني، لو حكيت لنا بس عن نادي سيد الاتيام. جدا. شوف انا اقول لك حاجه، الليل عبد النعم عبد العزيز زي ما انت شفته كان موجود في الحفل بتاع افتتاح او قرعه الدوري الممتاز. نعم. وتكلم وتحسر على مستوى مدني، قال مدني يعني اليوم ليس لديها نادي في الدوري الممتاز. الكوره هبطت في مدني، هبطت في السودان عامه. نعم. لانه فتره من الفترات الكوره في مدني كانت افضل من الخرطوم، وهو كانت المنافسه الاولى بالنسبه للخرطوم، واي تيم بيمشي من الخرطوم بيمشي مدني. نعم. بيتغلي في هناك وبيجي على الاتحاد وكان مع الاهلي. ايوه انا كنت محظوظ لما مشيت هناك قباله بيوم، كان في كاس اسمه كاس المصالح، انا كنت لاعب مع الصحه، كنت كابتن الفريق. نعم. يعني دخلت جونين براسي في الجيش، الجيش القوات المسلحه، كان فريق قوي جدا. وشو الناس كانت عندها اخلاق كيف؟ لما دخلت الجونين نجم الدين رحمه الله عليه كان لاعب في الفريق القومي، ومعه كمال كبور كان كابتن بوري، مسكوني باسوني في راسينا 3 مرات. نعم. ولم دخل فيهم الجونين. شوف الروح الرياضيه ذاتها. نعم. كانت كيف والله. عشان مشيت شهرتي سبقتني، لانه جريده الايام الاستاذ عمر عبد التام كتب قال لاعب مغمور. الوقت ذاك فعلا انا كنت مغمور. نعم. يسجل هدفين براسه، في لانه القوات المسلحه كان تيمه كله عباره عن الاهلي السوداني اسم الفريق القومي القديم. نعم. لما مشيت مدني ناس الاهلي جوني في الشغل هناك، وجو كده اتكلموا، وعندي شله طبعا شله سبقتني من الموظفين، كلموا ناس الاهلي ومشوا ب 30 جنيه، ادوني 30 جنيه حطوا لي في ظرف، قال لي لانك انت زول يعني جاي هنا جديد. ده اول حافز ممكن يكون اخذه كوتش نوبت؟ وانا نص 15 جنيه شالوها ناس الشله و15 ادوني لها في يدي. ده اول حافز ممكن اخذه كوتش نوبت؟ ده اول حافز. والله ولا انت لا ولا اي حاجه، لان اساسا حب الكوره سقط على المال وكل شيء. اللعيبه زمان على ايامنا ما كانت في فلوس، ولا في ذوق كان بيهتم بالفلوس. نعم. كانوا بيهتموا انه لازم يقدموا ويضحوا، كانت في تضحيه. كان في حب لكره القدم. كان في حب شديد جدا، وللنادي، النادي زي بيتك، انت بتدافع عن عرين النادي زي بيتك، زي ما بتدافع عن غير بيتك على الشعار. اولادك. غيره. ايوه. نعم. الكوره كانت في مدني. نعم. يعني على مستوى الانديه الاهلي والاتحاد والنيل والفرق دي كانت فرق قويه جدا بتنافس عندي الخرطوم، بشيل البطولات بتاع الدوري الممتازه. زمان كان اسمه دوري السودان وكاس السودان. انديه مدني كانت عندها بصمه في خرصه الكوره السودانيه، وقدموا لاعبين كبار جدا من اول منتخب وطني، كان عندهم لاعبين في قائمه المنتخب الوطني، والمستوى كان عالي جدا. مدني كانت في مستوى واحد مع الخرطوم لو ما كانوا افضل منا. نعم. اللاعبين كنت شنو اذا كانوا في مدني زاملتهم؟ شوف انا في الاهلي زاملت السير بدوي وصلاح عبد الماجد ديال حراس مرمى. نعم. بعدين كان في دامبا، وكان في صنطه، وكان في بابيك الدافيس، وفي النص كان في بابيك سانتو. كان كابتن سانتو الكبير اكبر من الفاضل. نعم. الجن الريخ كلام كويس، ومعه احمد شهاوي وتشيكن قدام الباغر عبد الرازق، كان في الباغر مارنجان والباغر عبد الرازق، ده كان اخطر مهاجم
كان طوال هو البعبع بتاع نديت الخرطوم، كان بيدخل اجوان في كده، كروز خطير جدا، سريع قوي جدا، بيرمي المدافعين وهو جاري وبشوت تدخل اجوان من مسافات خياليه. نعم. باغر عبد الرازق كان معروف جدا، وباذكر سانتو كان ما في احرف منه. نعم. ما كان في احرف منه، احنا شو كنا لعبنا مع قريبين جنبه بتاعنا. فده اهل مدن الاتحاد كان فيه ناس محجوب الله جابه، وسير الله جابه، وحموري الصغير، وبعدين كان في بابوني، وكان برضه بيلعبوا في نادي الاتحاد، كان فيه لاعبين مختار، كان السيرباك. نعم. وكانوا اللعيبه كانوا جو الاهلي السوداني كلهم كانوا بيختارون في فريقهم. النيل كان فيه الاسيد، وكان فيه حموري الكبير سانتو المناقب. نعم. وعمر ادم وسمير صالح اكثر لاعب لعب مثل السودان في المنتخبات الوطنيه. وكان في الريح محمد الحسن، في عبد الغفار، في عبد الغني، في النيل، النيل حسن فضل. الناس بيقول لك النيل، ما النيل، اسمه النيل حسن فضل، ولعب في منتخبات وطنيه. ده كان الارتيام، كان الارتيام في مدني، ودي كانوا ابرز اللاعبين في الفتره كنت بلعب فيها انا. قعدت 4 سنوات انا في مدني. 4 سنوات. 4 سنوات. نعم. ممكن يا كنت شنو قلت يعني لا لا لا. الرياضة بتاخذ من الرياضيين العمر كثير، بتسرق منهم عمرهم كثير، فبنلقاهم دائما مهتمين بالجوانب الاجتماعية يعني بصورة أكبر. كثير تكلمنا عن حياة الغدة الشخصية والأسرية. نعم. شوف أنا أقول لك حاجة، لما أنت قلت الكورة كانت بتاخذ الكثير مننا، وأنا والله بتخيل إنه ما في زول ضحى في سبيل الكورة ده أو لعب الكورة زي كده. أنا فقدت ترقيات كثيرة جدا في المالية، وبعد ذاك تعثرت وضربت، ضربت في جسمي ده كله. وحسس شايف التراسيم مفلوق ليه حسس؟ اي نعم. ودي الفرقه شوف دي كده طرش في الكوره، ومرات ببيت بالليل التريجو بتاعتي تكون مكسوره، يشيلوني يودوني لي واحده اسمها بتبتي. نعم. كانت بصيره، وام مختار وعم كلمين كان في المجرم. الليل كله انا صاحي والام، بكون مبسوط في الملعب لكن بالليل ما بنوم. فالكوره دي يعني كنا بنحبها حب شديد جدا. نعم. لغايه حس علامه الضرب والإناي واللعب، لانه اللعب زمان كان عنيف جدا، ولو ما قوي ما بتلعب. يمكن اللي كنت شنو قلت اثنين من الابناء ابو بكر وحسن؟ هم ديل. نعم. فابو بكر وحسن ديل انا الحمد لله يعني تزوجتها لحقت نفسي، لانه معظم الرياضيين ما بيتزوجوا سريع زي ما قلت انت. نعم. فانا زقت اسبوع كده من شلتي، قمت عرست طوالي، عرست والده الجماعه ديل. نعم. فجابوا لي الاولاد ديل، ما شاء الله. ابو بكر 12 حسن. سنه. نعم. حسن 15 الا. نعم. فده بيلعب في، اختاروه في المنتخب الاخير ده بتاع هناك ده بتاع البراعم. البراعم. نعم. ابو بكر ده بيلعب عندنا اكاديميه هناك في المنطقه اسمها اكاديميه العاصمه للمراحل السنيه. نعم. بناخذ من 7 لغايه 16 سنه. نعم. 125 لاعب، لان اتحاد الكوره سجلناه في اتحاد الكوره، سجل في خطوه جديده، سجل يعني 82 اكاديميه سجلهم في اتحاده سجلاته، عشان يكون يعني ده التخطيط بتاعه لمستقبل الكوره في السودان. هي كويسه جدا لكن جات متاخره خالص. هل تصدق انه يعني زمان لما جو الانجليز دخلوا السودان هنا، فالمدرسين كانوا بيمشوا يفتشوا طلبه المدارس الاوليه. نعم. بيدربوهم، ما بيدربوا الناس الكوره. الدورات المدرسيه؟ ايوه دورات المدرسه اللي اسمها. نعم. كتاب. نعم. معلمين كلية غردون التذكارية كانوا بينشوا بيدربوا الأولاد الصغار دي عشان يخلصوهم من العيوب في فترة مؤقتة. تتخيل الكلام ده 1898، يبقى الآن يا دوبك أنا نفكر في مشروع زي ده. دي واحدة من أسباب يعني نكسة الكرة السودانية، عدم الاهتمام بالصغار منذ وقت مبكر. برأيي الأكاديميات والمدارس السنية. أيوة ده. نعم. الخلاص. نعم. وبعدين أنت زمان كنت عندك 62 لاعب محترف برا، من ضمنهم في مصر. مصر كان اقوى دوري موجود في الوقت ذاك. انت عندك 62 لاعب كان بيلعبوا في الدوري المصري، غير اللي بيلعبوا في السعوديه وفي الكويت وعلى قطر، حتى على مستوى قطر في الفتره الاخيره على مستوى قطر يعني. او شوف قطر مثال. ده كلهم نص ثلاث ارباعهم لاعبين سودانيين سوداني. اخذوا الجنسيه القطريه وبتاعنا اولادنا. يعني دي يا كنت شوف كانت حياه الكابتن والكوتش محمد حسن نقد اللي كانت يعني بداياته وتعريف له بصوره اكثر توسيعا، وكانت بداياته كلاعب كره قدم. نعم. دارين ننتقل بكوتش نقد مع الخطوه الوطنيه، ولكن بعد الفاصل. جدا.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدي الاكارم، ونحن في ضيافه يمكن الكوتش والخبير الهرم الرياضي الكبير كوتش محمد حسن نبود. اهلا بك كوتش نبود. مرحب مره اخرى ومرحب بالمشاهدين الكرام ومرحب بكل اسره الغناء الرياضيه الملاعب الرياضيه. فمرحب بهم وكل عام والجميع بخير. مرة ثانية تحية العيد الكبير. نعم. كوتش كان تكلمنا في بداياتك عن مراحلك الكروية بين الأندية. لكن الغريب في الأمر كوتش نقول يمكن ما تم اختيارك لأي من المنتخبات الوطنية كلاعب. نعم. ودي يمكن تكون كانت دافع إليك كبير أنك تقدم في مجال ثاني. نعم. أو في وظيفة ثانية كمدرب. نعم. كان أم كاتب أم إداري. هذا خلينا ليه كوتش نقول تم تخطيه برغم أن هجوميته كانت عن أداء ضريبة الوطن كلاعب وطني. نعم. ما أنا برأيي كنت مظلوم. حدث كبير جدا من اللاعبين السودان كان مليان بلاعبين مميزين جدا. بعدين الناس زمان كان يعني لو شوف قبل ما الفرق القوميه لما تكون لاعب لما يجي المدرب مرات كان بيجدع الفنايل كده بتقعده بيلعب اخوك لو وقعت لك انت تتلزع على اخوك عشان يلعبه. شوف الروح كانت كيف والمحبه كانت قدر شنو. تخيل الحياه ما كان مهم منو بيلعب. ما مهم منو بيلعب. ما يهم الشعار والبتاع كل ده يقول يا اخي وفق وكده يقول لي اخوي يا اخي موفق ان شاء الله الليله تسجل لنا الاجوان تجيب لنا النصف اعمل لنا كده وبتاع. عشان كده لما كان بيختاروا اي لاعب ما في زول كان بيزعل ولا زول كان بيتلفت. الزول كان بيحاول بس يطور نفسه وما كنا يعني بننفعل في المدربين ولا الواحد بيقدم شكوى ولا حاجه. كنا بنلعب لانه المتعه متعه اللعب كانت اهم حاجه عندنا وتوغيت اوقات الفراق بصوره كده طيبه وبتاع هناك وتقدر تستفيد منها. ده كان الهدف الاساسي بتاع اللعب بتاع زمان. لكن الروح الرياضيه كانت عاليه جدا والمستوى ذاته كان كبير جدا. التنافس كان كبير. التنافس كان كبير والمستويات كانت عاليه. الناس بتتساوى. كنت نقول كان كيف بيتم اختيار اللاعبين للمنتخب الوطني؟ اي والله شوف هو طبعا زمان يعني المدربين كانوا قليلين جدا. وشوف لاحظ السودان ده يعني اول مدرب مؤهل جابوه سنه 49 50 من انجلترا واحد كان اسمه بيرنيكال انجليزي. ده جابوا اتحاد الكوره عشان يختار له لاعبين. هل تصدق انه هذا المدرب اختار لاعبين بس من العاصمه ومدني؟ قال ما داير باقي اللاعبين الاغاليين. قال لهم ديل المدينتين المتميزتين. نعم. استعدادا لفريق ايك السويدي الزائر. كان قاعد الخواجه ده جابوه لانه الوقت ذاك المدربين السودانيين ما كانوا مؤهلين. فدور المدرب كان بيقوم به الكابتن ورئيس النادي كان هو رئيس اللجنه الفنيه وكان عنده سيطره ونفوذ على الفريق. لجنه فنيه بيقوم بيجيبوا الكابتن بيجيبوا رئيس النادي واثنين من الاعضاء هنا اللي بيختاروا الفريق ما في مدرب. خلاص كلمته ماشيه. اظن الصراع الخفي ده ماشي لغايه يوم الليله. مرات بيكون في صراع خفي في الانديه. نعم. بين رئيس النادي وبين المدربين بيتدخل في شؤونه وما تعرف شنو. المدرب. نعم. يقول لك يا اخي انا قدمت استقالتي مش لا. انت ما قدمت انت ضغطت من هيمنه رئيس النادي. نعم. فهذه الصراع ده اظن مستمر يحس لكن قال له ما زي زمان. زمان كان علني كده هذا من كده علني. جابوا. نعم. بيرنيكال ده كان بيختار. بعد ده قاموا جابوا مدرب ثاني جابوه مدرب برضه من انجلترا جابوه كان بيدرب المره دي ما ادرب انديه ياهل المدربين. وقاموا ودوا الفوج الاول من السودانيين سبع مدربين ودوهم انجلترا. وفي انجلترا لانه انجلترا كانت هي المدرسه مدرسه كره القدم الاساسيه الناس زمان. بعد ذاك ابتدوا يجونا مدربين من شرق اوروبا تشيكوسلوفاكيا ويوغوسلافيا بلغاريا روسيا النيجر. فهذه كده كان مدربين الاجانب الوقت ذاك تولوا تدريب المنتخب اللي كان اسمه الاهلي السوداني. وبعد ذاك طبعا كان اول منتخب يتعمل سنه 56 في مباراه دوليه وديه. الغريبه كان المدرب بتاع ده كان سوداني. شفت كيف كان سوداني موجود وكان بيلعب في الهلال زمان اسمه اسمه صالح رجب. نعم. كنت شو على ذكر المنتخب يمكن الكل بيتحدث عن منتخب سنه 70 اللي نال بطولة الأمم الأفريقية سنة 70 ومنها بعد ذاك بقينا ما بيشارك أصلا لحد ما جاء سنة 2008 2012 وشاركنا في غانا وفي غينيا الاستوائية والجابون. كده يا كوتش نقول لو حدثنا عن منتخب 70 جدا قبل 70
يا جماعة في معلومة أنا ما أعرف، غايب عن الناس ولا الناس ما عارفينها ولا الحاصل شنو، ما أعرف. بطولة كأس الأمم الإفريقية ده اتعمل وين؟ في السودان هنا. سنة 57 السودان ومصر وإثيوبيا، جنوب أفريقيا طردوها لأنها عايزة تمارس التفرقة العنصرية. قالوا لا تعالي بفريق من الملونين من السود ومن البيوت، قالوا لا جايين بالبيوت، قالوا لهم امشوا. لا ما تجوا، خلاص طردوهم من هنا. لانه دي حاجه ضد الرياضه طبعا، العنصريه. فالهلال البطوله دي اقيمت هنا في السودان، حتى الكوره دي كانت تابعه الوقت ذاك لمجلس شؤون الشؤون الاجتماعيه. كان في واحد اسمه زياد ارباب، كان هو الوزير بتاع ده، الكوره كانت تابعه له كل المناشط. وقف في الاجتماع الاول بتاع الاتحاد الافريقي وكان فيه 7 أعضاء من السودان، وقف قال لهم مرحبا بكم في غلب افريقيا النابض وارض السودان، ان شاء الله تتنافسوا على شرف المنافسه والعداله والمساواه وتقضوا اوقات جميله هنا في وطنكم الثاني. الخطاب بتاع زياد الباب القوي ده، وقالوا بصوت جهوري، سجلته الفيفا ونقلته المجلات العالميه. للاسف هنا في السودان ما موثق له، ما موثق له ولا اي شيء، موثقه برا. فهذاك يبقى دي البطوله دي لحما ودما بطوله سودانيه. ان احنا فزنا بها مره واحده. شوف السودان في بس النهايات وصلنا 8 مرات. شلنا البطوله مره واحده سنه 1970، ده حاجه لك بالتفاصيل. واحرزنا المركز الثاني في غانا سنه 63 و59 في مصر. شفت كيف؟ بعد ذاك بقينا نصل للنهايات دورة الثمانية، وما تعرف دورة 16، آخر مرة وصلنا دورة الثمانية 2012 غينيا الاستوائية والجابون. في غينيا الاستوائية والجابون. نعم. كلام كويس؟ طيب نجي راجعين للإنجاز الأكبر، ورحم الله الكابتن أمين زكي. هو الكابتن الوحيد اللي استلم كأس إفريقيا سنة 70. في ناس بيقول لك كان نجم الدين، في واحدين بيقول لك منو، لا. الكابتن كان أمين محمد زكي اللي استلم الكأس من الرئيس نميري ومن دكتور عبد الحليم محمد. شوف رئيس الاتحاد كان رئيس الاتحاد السوداني. اللي هو دكتور حليم. والرئيس ذاته قدم الكاس، غلبنا غانا في المباراه النهائيه 1-0. كانت في 8 منتخبات. المجموعه بتاعت الخرطوم كان فيها السودان، الكاميرون، اثيوبيا، ساحل العاج اللي حتى سموها كوت ديفوار. الاربعه دي. مجموعه مدني كان فيها مصر والكونغو كنشاسا وغينيا وغانا. 8 منتخبات قوية جدا في الوقت ذاك. السودان وكوت ديفوار اللي كان ساحل العاج اتأهلوا مجموعة الخرطوم للمربع الذهبي. من مدني اتأهل غانا ومصر، كان الوقت ذاك اسمها الجمهورية العربية المتحدة، لاتحاد مع سوريا. ما كانوا متحدين، كانوا اتحاد مع سوريا، كانوا مسمينهم الجمهورية العربية المتحدة. في الدور قبل النهائي السودان فاز على مصر 2-1، اول مره نغلب المصريين، جونين دخلونا الليسيت. بعد ذاك جات غانا غلبت كوت ديفوار برغم وجود نجمها الكبير بتاع كوت ديفوار وقت ذاك، واحسن لاعب في البطوله اللي هو كان لورانتي بوكو. كان مشهور جدا وجاي، كان لاعب محترف في فرنسا وجاي هنا لعب وبتاع هنا. فبقى فاينل او النهائي بين السودان وغانا، السودان غلب بجون واحد دخلوا حسب الصغير لاعب بوري. وكان التيم ده كان بيتكون من التيم بتاع السودان اللي شال البطوله للتاريخ والسجل. كان بيتكون من عبد العزيز عبد الله في حراسه المرمى، باك رايت كان جيمس، عوض كوكا، سمير صالح، امين محمد زكي كابتن الفريق. بعد ذاك دخل عليهم سليمان عبد القادر وسير كاوندا اللي هو سير عبيد الله. ديل كانوا خط الظهر. خط الوسط كان فيه بشرى وفشارة وعز الدين عثمان الدحيش وبابي كرسانتو وعوض عبد الغني، كان لاعب من ناس بوري، وعبد الكافي الشيخ عبد الكافي كان في بوري. ديل كانوا لاعبين بتاع وسط. وفي الهجوم كان جكسا وعلي جاجارين وحسب الصغير وبشير عباس والاسيد. ده كان الفريق الاساسي تيم 70. والاحتياطي كان النور عبد القادر في حراسه المرمى، محمد عبد الفتاح الدغبير
ده كانوا الاحتياطي، ولقوا قطعة أرض ولقوا قروش وسام الرياضة من الطبقة الأولى. نعم. وهنا بجاي هنا برضو يعني كان معهم رمضان مرحوم، وكان معهم إسماعيل الدوكة، نعم، عبد السلام، محمد صالح، ديل الناس كانوا، ود علي من عبر، ديل كانوا قاعدين برا. ده التيم الذهبي أشار البطولة. والجهاز الفني كان فيه المرحوم عبد الفتاح حمد، كان مدرب نادي بوري، جهاز وطني فني، وجهاز وطني، الرئيس الجهاز الفني عبد الفتاح حمد وطني سوداني. نعم. ومعاه كان معاه واحد اسمه فابيرا خواجة، كان مدرب يعني خواجة برضه. نعم. يعني أدى دوره وكان بتاع تكتيك وكويس، اسمه فابيرا. نعم. وكان معهم ود الزبير، محمود الزبير كان لاعب المورد، وكان معهم محمد محمود، محمد علي اللي هو أساسا كان سكرتير لجنة التدريب المركزية بحكم منصبه كان في الجهاز الفني. ده التيم وجهازه الفني، ورئيس الاتحاد كان دكتور عبد الحليم محمد. نعم. ده للتوثيق. شوف عبد الحليم محمد، وبعدين عبد هناي كان السكرتير واحد برضه الناس كلهم ما بيعرفوه من الناس المورده، اسمه محمد العوض، محمد مصطفى العوض، ده كان السكرتير. ومن الخزينه كان ناس مهدي يعني كده وبتاع هناي، والنادل والرئيس صغيرون ومنهم بتاع، كان مجلس الاتحاد الوقت ذاك. ف ده كان المنتخب الوطني سنه 70، وكانت تجربه الكوتش نقود مع المنتخب الوطني. لو نتقدم الحديث عن كوتش محمد حسن نقود المدرب، بداياتك في التدريب كانت كيف؟ والله يا اخي انا شوف، انا كنت بدرب فرق الروابط والمدارس والوحدات العسكريه، معي صديقي يعني، ويعني يعني بتاع هناي دربي، يعني رفيق دربي اللي هو كان الكابتن علي الزبير عبد الباقي لاعب بوري، حتى هو في مختلف في سلطنة عمان فترة طويلة، رد الله غربته. وأقول له بمناسبة العيد الكبير يا أخي، أقول له يا أخي تحياتي ليك وكل عام وأنت بخير، كل الأخوة المغتربين بتاعهم، تحياتي لكل المغتربين. نعم، لكل المغتربين، كل عام وهم بيلعبوا دور كبير جدا. نعم. فطبعا أول حاجة ذكرت قلت لك مدارس وحدات عسكرية وأندية صغرى. الغريب في الأمر انه اختاروني في المنتخبات الوطنيه وانا ما كنت مدرب كبير. نعم. انا ذاتي بالنسبه لي كانت مفاجاه 82، لقيت انه الدكتور حليم وهاشم ضيف الله اختاروني في منتخب الناشئين، بل كنت نائب لمدرب الفريق القومي كان اسمه محمد عبدين حسب السلطنه. نعم. ورنجيته شهرته. نعم. معهم المرحوم سيد سليم. نعم. ومعهم حسن المصري، انا كنت معهم في الجهاز الفني بتاع التيم الاول، وكنت رئيس الجهاز الفني بتاع منتخب الناشئين والشباب. جيت معي صديقي علي الزبير، لانه قال لي يا اخي جيب زول بيفهمك. نعم. ولكن ذاك ما عندنا شهادات. كانوا المدربين الكبار احتجوا، كيف يا جماعه زول زي ده تجيبوه ما عنده شهادات، ما في خبره كده. عشان ضيف الله مشانهم في التمرين بتاعهم، وقال لهم يا جماعه النادي وقتهم كله في الكوره. الصباح بيدربوا وحدات عسكريه ومدارس. بالليل بيدربوا انديه وبخشوا كور. نعم. وبعد ما الكور تنتهي بنمشي ميدان كومبوني. كان بالليل كان بنوروا ميدان كومبوني ده في الخرطوم في كور. قال لهم كنت 24 ساعه بكونوا في الكوره، دي ما خبره، دي شهادات، دارين شهادات بتاعت الورق. بكره نديهم بنديهم لهم، ودونا من الاتحاد، انا ودوني مصر. ودونا شهادات طوالي ومن الفيفا ومن وين وبتاع، دخلونا. حتى اصبح كوتش نقود يعني مدرب بشهادات. والله الفرق القوميه. نعم. يعني الواحد كان معهم، وجينا عملنا تيم ذاك بتاع 90 الوصل لنهائيات كاس العالم. وانا ده اتكلم عنه بصوره يعني. نعم. بعد ذاك جينا برضه مشينا الامارات، شلنا البطوله بتاعت نادي الوحده. وانا قبل ما اتكلم لك عن ديل، لابد لي ان اشيد بالمساعدين بتاعني. وبعد ذاك الناس اللي كانوا جو معي في التيم بتاع 90 ده، كان احمد بابكر وكان المرحوم عبد العزيز سليمان، اشيد بهم قبل ما الواحد يعني الكلام كله ما يكون عني انا. نعم. ديل ذاته كانوا في نفس المستوى بتاعي. نعم. وبعد ذاك جاء بكر عبد الجليل ومحمد صالح، ودا اللي هو مدير الرياضه حسن. نعم. ديل كانوا معي في التيم برضه بتاع 99، اشال بطوله كاس الوحده الدوليه في الامارات. في الامارات. نعم. امام الفرنسيين وبتاع هناك ده كله. نعم. ودربت التيم الاول مع كابتن جكسا. نعم. ده كان على مستوى المنتخبات الوطنيه. المنتخبات حتى على مستوى الانديه كنت نقود يعني، كانت كنت مدرب لفريق النصر القضارف والزهره والاملاك في الدريات يعني مختلفه، كيف كانت تجربتك في تدريب الانديه؟ طبعا اول حاجه انا حد لك، انا بديت بهلال القضارف، وكانوا ودوني يساقوني من هنا. اول عرض عملته مع هلال القضارف، وكان التيم كان موفق جدا وشال الدوري. وتحياتي لكل اسره نادي هلال القضارف وكل الرياضيين في مدينه القضارف مناسبه العيد الكبير.
وكذلك جيت برضه دربت نادي النص على الطبيعي من الدرجة الثانية للأولى. نعم. وبرضه شوية كده دربت الأهلي، كان استعانوا بي لما لعبوا دوري السودان، فدي كلها كانت في مدينة القضارف. ودربت هلال كوسي، حتى في ناس كتار بيقول لك يا أخي نقول ده هلالابي، أنا ولا هلالابي ولا مريخاب، أنا قومي. نعم. فهلال القضارف، هلال الحصري ده اللي اسمه كوسي. نعم. وشلنا الدوري برضه، كنت موفق معهم. وبعد ذاك جيت هلال الحصحيصه. نعم. الحصحيصه برضه كان في الدوري الممتاز له باع طويل. لكن الطفره الكبيره كانت لما مشيت بورسودان. نعم. دربت ثلاثه انديتها الكبيره، نادي الاتحاد. نعم. ونادي الهلال. حي العرب. ونادي حي العرب. نعم. 2007 يعني 2006 و7 كنت بدرب نادي حي العرب. دوري ممتاز. دوري ممتاز، كلهم درب الدوري الممتاز. نعم. فجيت هنا، وطبعا هنا دربت النيل، ودربت التاج، دربت الاملاك، ودربت الزهره. نعم. في الخرطوم هنا. نعم. في الخرطوم دربت فتره طويله، يعني دربت في الخرطوم في العاصمه والولايات، وده كسبتني خبره عمليه كبيره جدا. عشان كده لا يوم وليله انا في المنتخبات الوطنيه، حتى انا ماسك الكوره الخماسيه، منتخب الكوره الخماسيه والشاطئيه. والشاطئيه نعم. لنا 11 سنه حتى. نعم. على ذكر الدوري الممتاز يا كوتش نود، في حديث كثير بتقول ان الدوري الممتاز ما بيخدم المنتخبات الوطنيه، وده السبب اللي خلى المنتخبات الوطنيه ما تتقدم في المنافسات. بتوافقنا على الراي ده يا كوتش نود؟ وافق جدا، لكن قبل ده كان زمان السودان ده يا اخواننا كان عندنا جنيه قوي جدا. لازم نربط الاقتصاد بالرياضه. بالرياضه. نعم. عندنا جنيه كان بجمل ده. نعم. ده كان قوي جدا، بيساوي 12 جنيه مصري. الليله الجنيه المصري بتساوي 4 جنيهات سودانيه. احنا جنيهنا ده زمان يا دكتور كان بيساوي 12 جنيه مصري و6 دولارات. نعم. الجنيه ده ساعد كبير جدا في تطور الكوره السودانيه. نعم. ليه؟ لانه كنا بنجيبه فرق زايره من اوروبا من جميع انحاء العالم. نعم. لما مصر تجيب تيم هنا يلعبوا في القاهره ولا في الاسكندريه، السودان كان بيكمل الباقي من مصر، بيجيب التيم للسودان بدل يجيبه من اوروبا. نعم. الجنيه بتاعنا ده كان بيجيب لنا اقوى الاتيام، عشان كده جونا 64 منتخب و64 نادي في الفتره من 49 لغايه 2000، ثاني ما في فريق زائر جانا. نعم. كان السبب الرئيسي في نهضه الكره السودانيه اول حاجه الفرق الاجنبيه جات، كنا بنقتبس منها، بنشوف منها التكتيك واللعب الحديث والتمريرات والمدارس المختلفة. نعم. ده واحد. الحاجة الثانية الدوري ذاته زمان كان قوي، التنافس كان بين أكثر من نادي، خاصة الدوري كان موجود في الخرطوم. نعم. تلقى مثلا الهلال المريخ معهم الموردة والأهلي والنيل وبري والتحرير، ما في منافسين. الآن الدوري ضعيف. نعم. ليه؟ لأنه زي ما أنت عارف المشاكل الكثيرة والترضيات والبتاع، دوري كده ما تعرف شنو مره فالصراعات ذات مرة يكون، والصراعات كلها مفتعله. نعم. زي ما قال دكتور شداد الليله. نعم. الصراعات مفتعله والناس يقول لك اخ ما اقدر العب. لا، هو شوف هذا اللاعب السوداني مضمون، انت لو قدرت تخش الفورمه لازم تكون لعبت 79 مباراه تنافسيه، منها 10 مباريات دوليه عشان تبقى لاعب في الفورمه. نعم. الفورمه يعني اللياقه البدنيه والرياضه، اللياقه المهاريه والتكتيك والخطه والجانب النفسي والمعنوي. نعم. ده معنى الفورمه الكامله او الشامله. نعم. ده معناه ما بتكتسبها الا من خلال اللعبه، تمارين برا ما بيدخلك الفورمه، لازم مباراه. دي واحده من مشاكلنا برضه. نعم. اول حاجه هبوط، مره قلت يا اخي في تصريح كده قلت يا اخي والله هبوط الكره السودانيه سببها هبوط الجنيه السوداني. قاموا ناس عملوا كاركتير في جريده الخرطوم قالت ممنوع هنا. انا كنت في مصر. قاموا ثاني يوم كاركتير ذاك قام جاب لك واحد عربي مشلخ تي كده والثاني مشلخ اتش، ده سال الثاني قال يا اخي المدرب نقول قال في تصريحات لجريده الخرطوم انه الكره الجنيه السوداني سبب نكسه الكره السودانيه. العربي الثاني قال لا ابدا، الكرة السودانية هي اللي سبب في نكسة الجنيه السوداني. انا تقول لهم ضحكوا وبتاع. يا كنت شو انت كنت شنو انت انت المدرب. انا عايز اعرف ليه يعني المدربين السودانيين ما لهم باع طويل في التدريب خارج السودان؟ والله لو قلنا في الانديه الكبيره يعني. نعم. والله كان عندنا ناس زمان، واحد كان اسمه التوم جبارت الله، هسه قبل كنت اتونس مع عثمان الواثق، كان بيلعب في النيل من ناس توتي، مشى الهلال السعودي شال به الدوري.
نعم. شوف النجاحات حسب فوز التعايش، هذا مثال حي. يعني قاعد في الامارات جابوه الاهلي بعد ما طردوا القواجه اللي كان ماسك النادي الاهلي دبي، شال لهم الدوري وشال لهم الكاس، وحتى شغال في المراحل السنيه. نعم. عكس صوره جميله جدا فوزي وغيره وبتاع وناي. نعم. ناس كتار في الامارات وحمدان حمد عندهم بصمه في كره الخليج، وكان في واحد اسمه حسن خيري. نعم. كان بيدرب منتخبات عبره، مشى من هنا مغمور شال لي غصر ده بطوله الخليج وشنو بتاعنا. نعم. المدربين برا كانوا موفقين جدا، لكن حاليا يا كوتش نقود لا حاليا ما مؤهلين المدربين السوداني، ما مؤهلين ولا ما لاقي فرصه ولا ما والله يا اخي شوف بامانه ما في اقبال على المدربين الوطنيين عشان يدربوا برا. نعم. لانه المدرب ذاته ما تساعد نفسه، انت ما كفايه الكورسات اللي اخذتها، انت حتى التدريب ذاته تغير، ما قصه تحفظ لك خمسه سته تمارين وطوالي تجي شغل، لازم تطور نفسك والفهم. التدريب ذاته حتى الجسم ده خله، ما في جسم وفي البدن. نعم. التدريب حتى بقى عقلي. نعم. في العقل هسه لاعبين لنا يفتقدوا التدريب العقلي، يعني ما واكبوا النادي ما بيجيبوا زول ساكت بيدفعوا له قروش. نعم. لازم يتاكدوا من كفاته. بعدين ذاته حتى سمعه المدرب السوداني بعد المشاكل الاخيره وتجميد اتحاد الكوره لقصه الرخص. نعم. وقالوا الرخص كانت فيها يعني كانت صورتها مشوهه وكده وبتاع، وكان في طعن في اهليه هذه الشهادات، فبيقوا الناس يعملوا مننا ألف حساب، ما بيجيبوا مدربين وطنيين. نعم. ما بيجيبوا فرصه. المدربين كلهم حتى هنا لافين في عندي الدوري الممتاز. نعم. كده وكله حتى على غلتهم يعني، في كلهم سته سبعه مدربين تلقاهم كلهم مره في نادي. وبعدين هم ذاتهم الاداريين بيقول لك والله يا اخي احنا نمشي الحال. يا اخي انا ما ادري انك تمشي الحال. نعم. الكره دي الان في حفره. احنا الان في اسفل السافلين زي ما بيقولوا. نعم. عشان نمرق الكره السودانيه من الظلمات دي. نعم. لابد ان الناس كلهم يتوحدوا، الرؤيه تختلف، ولابد ان الناس كلهم يشيلوا شيء داريين على فنيين على لاعبين. أيوة. اول حاجه النفوس تكون طيبه. نعم. نفوس ما كويسه، النفوس لو طيبت اي حاجه تمشي كويسه جدا جدا. نعم. وكل شيء والكوره سهله والناس يقنوا مع بعض. الكوره ما بيشيل الناس دي كلها، انت يعني الكوره دي اول حاجه هي الكوره بتقتلنا مش احنا بنقتلها. نعم. أقول والله بتكون قاعدة لا فكرة تكتب للناس دي كلها. دي كانت حياة الكوتش محمد حسن نقود تدريبية في مختلف الأندية، كانت جزء بسيط من سيرته التدريبية في سواء أندية الدوري الممتاز أو أندية الدريات الأخرى في الخرطوم أو في الولايات. كانت مسيرة حافلة. فاصل قصير ومن ثم نعاود لمحاورة الكوتش محمد حسن نقود. اهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدي الاكارم مره ثانيه، وما زلنا في ضيافه الكوتش محمد حسن نقود. تكلمنا عن كوتش محمد حسن نقود اللاعب وعن كوتش محمد حسن نقود المدرب. الان نتكلم في اخر محطات الكوتش محمد حسن هي مهنه الصحافه الرياضيه. يمكن محمد حسن نقود هو من الرياضيين المهووسين بالصحافه الرياضيه، اصبح كاتب لعديد من الجرائد ومن الصحف. لو كلمتنا يا كوتش نقود عن تجربتك الصحفيه. جدا الإعلام عامة، أنا برضو قعدت في يعني تلفزيون جمهورية السودان الديمقراطية 21 سنة. نعم. يعني عاصرت المرحوم سيف الدين علي، كمال حامد. نعم. ومامون الطاهر وجماعة دير. نعم. كلهم أنا كنت بيجي يستضيفوني برنامج الرياضة كان الساعة 2:30 في البطولات الإفريقية. نعم. والمحلية. بعد ذاك الإعلام الرياضي، زمان الإعلام الرياضي كان بخير خاصة الأيام والصحافة. نعم. والرأي العام. دي جرايد كانت مميزة جدا، والسودان الجديد الصراحة دائما الأيام كان فيها الأستاذ عمر عبد التام يعني نقيب الصحفيين الرياضيين. نعم. وبعدين الصحافة كان فيها الأستاذ هاشم ضيف الله وأحمد محمد الحسن وحسن مختار كان قبالهم. نعم. وكذلك يعني الجرايد الثانية كان فيها ناس محترمين جدا، الناس دي كانوا أبزاز وعمالقة في الإعلام الرياضي. كان بيجيني انا بكتب لهم المباريات، تحليل للمباريات الدوليه. نعم. ومباريات الدوري زمان كل شيء، كان بيعمل لي صفحه، شوف كان بده الناس مساحات. الوقت ذاك انا يعني هاوي ساكت. نعم. بكتب بلقى نفسي في البتاع. بعد ذاك بيقول المصريين لما يجوا هنا فرقوا اللعبه كان بيستعينوا بي، هم كان بيقول لي يا اخي جيب الزول
يعني اتذكر كان في من الصبح عمل لي عبد المجيد نعمان في اخبار اليوم لغى الهلال والاهلي المصري في نهائي افريقيا سنه 87. نعم. عندي كان صبح الاهرام الرياضي نجيب المستكاوي كده. نعم. فكنا بنكتب وبنعمل وبنحلل بنزل لنا يعني بالفطره يعني. نعم. يعني الاعلام انا ما درسه لكن بالفطره تيجي تكتب كثير من الاصحاب. كنا بنكتب وبتاع نعم. والناس ذاته كان بيدوك مجالات ارحب يعني، كان بيدوك فرصه وبرحبوا بيك ويعملوا. هسه الاعلام الرياضي مقفول بمعنى انه شلليات الاعلام. لما نقول الاعلام الرياضي الجرايد. نعم. انا بقصد الجرايد، الجرايد بالذات تعصب مقفوله وشلليه. نعم. وتكتلات. وبعدين ذاته حاسه الناس يعني خلتها كده بعيد كده، مش لانه غاليه. نعم. لا لانه ذاته ما بيلقوا فيها حاجه فيها فايده ولا بتاع، الا بسيط جدا الا من افراد هم بيأججوا للتعصب. نعم. وكذلك ل يعني للاستفزازات والبتاع، وبعدين بيزيدوا الطين بله بدل يعالجوا بتاع المشاكل دي كلها صنعتها الصحافه السودانيه. نعم. الرياضيه. والذول العاقل لابد انه يجي، والصحافه الرياضيه دي ما عندها خط يعني. انا نعم. ما بلوم الناس اللي بيكتبوا، بس بلوم رئيس التحرير وانه الخط بتاع الجريده. نعم. يعني يلتزم يحل مشاكل بدل يعمل جديد. صحيح. صحيح. نعم. اتمنى انه الصحافه بتاعتنا ترجع زي زمان، والناس العقليات تختلف ويلقوا المناخ الملائم، والغاري ده يقدر يلقى له حاجه يستفيد منها. نعم. لانه الجرايد دي بتخش البيوت. صحيح. ها؟ صحيح. افتكر انه نعم يعني نحن محتاجين لثوره في كره القدم عموما عشان نطلع من الظلام ده زي ما قلت لك. نعم. ثوره لكل النظام الكروي ده ذاته. نعم. لو ما كده حنكون في معالجات وقتيه ساكت. نعم. دي كانت حلقه اليوم وسهرتنا مع الكابتن والكوتش محمد حسن نقود. الغير الضوء عليه جزء بسيط جدا من حياه الكوتش محمد حسن نقود اللي مليئه بكثير من الاحداث وكثير من الانجازات على المستوى الفني وعلى المستوى الاداري وعلى المستوى الصحفي وحتى على المستوى المعيشي. كان كوتش محمد حسن نقود هو هرم من اهرام الرياضه السودانيه. كوتش محمد حسن نقود احد اعلام الرياضه السودانيه اللي يمكن يكون حاله حال كثير من الرياضيين اللي ممكن ما لقوا حقهم في الظهور الاعلامي ولا لقوا حقهم في التكريم. قصدنا لنا نجيب كوتش محمد حسن نقود عشان يدينا قليل من النصائح والارشادات عشان نلقى ضوء من خلاله نقدر نحن نمضي غدوا، خصوصا مع هذه الثوره السودانيه اللي مضت. وزي ما قال كوتش نقود دارينا الثوره تكون حتى على مستوى الرياضه. فدي كانت حلقتنا الليله مع كوتش محمد حسن نقود. شكرا كثير يا كوتش محمد حسن نقود على المساحه دي، وباسم قناه الملاعب الرياضيه بشكرك كثير جدا. الله يبارك فيك، كثر خيركم يا اخي، كل سنه وانتم طيبين. الله يبارك الله فيكم يا اخواننا. يعني اول مره اخش في حاجات زي دي، ذكريات رياضيه، لانه اللغات بتاعتي كلها كانت عباره عن بطولات افريقيا والتحليل وبتاع، لكن طلعنا من المناخ ده ذاته الليله غيرنا جو وتنفسنا. نعم. كل حلو. واشكرك انا، وبالتالي اشكر القناه بتاعتكم العملاقه. نعم. التي ولدت باسنانا. نعم. وكده وكل افرادها يعني العامل، كل التيم العامل والبقيه الباغيه من افراد عائله قناه الملاعب الرياضيه. شكرا كثير كوتش نقود. شكرا لكم مشاهدينا الاكارم، ودي كانت حلقتنا الليله، اتمنى ان يكون يعني استفدنا منها، وكل عام السودان بألف خير. شكرا جزيلا.